اللي انزل الطيارة ميت تتم علي العزيز. وهالدمار هذا مين سوى؟ مين السبب؟ من الطيارة انزلت براميل الدور. وفي دار ثاني شايف هذيك الدار كمان دمروا الطيارة. اي من هي؟ هذيك وهي. في بيوت كثير محروقة من الطيارة. ها؟ شفتي مرة طيارة عم تضرب هون بالرسام؟ وين ضربت كمان؟ ضربت هون وضربت ريدي. طيب ليش عم تضرب الطيارة هون بالرسام؟ ما بعرف. بتحب تلعب بالشارع ثاني؟ لا. ها؟ لا. ليش ما بتحبه؟ إنه خنزير. دمروا المدرسة ما عمروا على المدرسة عشان الطيارة وتبانينا. حابب ترجع المدرسة؟ حاب ترجع المدرسة؟ لا. مانك حاب ترجع لي؟ خايف يعني تروح المدرسة؟ أما خاف من الطيارة. هذه حال أطفال مدينة الرستان.